حدوتة أوشو مع محمد هنيدي. كان يا ما كان يا سادة كرام، حكايات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى ما فيش غير حكايات أوشو. عصب ولا بيتضايق، فكك نفط خليك كول، اي مشاكل ليها حلول. أوشو هو اللي فهمنا، هيعلمنا وهيفهمنا، وهنسمع حكاياته في حواديت بتاعت جيلنا وفيها المفيد. كان يا مكان يا سادة يا كرام، حكايات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى مفيش غير حكايات أوشو. كان يا مكان. انتخبوا أوشو خير من يمثلكم في اتحاد طلبة المدرسة معا من أجل النهوض بفصلنا العظيم. انت داخل الانتخابات قصاد يا أوشو؟ أنا داخل وهكسبك باكتساح يا شادي. المهم تبقى انتخابات نزيهة. يا حبيبي دي نزيهة نفسها هتنتخبني. نصيحة يا شادي نصيحة، انسحب من الانتخابات بكرامتك. مش أنا اللي انسحب يا أوشو، أنا هنافس لحد آخر نفس. يلا يا جماعة عشان قربنا نخلص وهنبدأ نفرز الأصوات. بعد إذنك يا سارة، بس يعني كنت عاوزك في كلمتين على انفراد. نعم يا أوشو. نعم الله عليك يا ماما. قولي لي يا سارة، أنت هتنتخبيني ولا هتنتخبي شادي؟ بصراحة يا أوشو أنا هنتخب شادي. ليه بقى إن شاء الله يا سارة؟ في إيه شادي أحسن مني عشان تنتخبيه؟ أصل وعدنا إنه هيهتم بجمال الفصل وهيعلق فيه زينة عشان يبقى شكله حلو. زينة إيه بس اللي هيعلقها في الفصل؟ إحنا فين ورمضان فين؟ وبعدين يا سارة أنا عارف شادي أكتر منك، ده دايما بينسى سندوتشاته في البيت، ما بيركزش خالص. لا يا أوشو شادي مش كده خالص. اسمعي بس، أنا بقولك الصح والله. طب اثبت لي كلامك. ما انت لو انتخبتيني هثبت لك إن كلامي صح. هتثبت لي ازاي يعني؟ هستغل سلطاتي وأنفيه برا الفصل. لا يا أوشو كده مش صح، انت كده تبقى بتستعمل سلطتك غلط. أنا مش هنتخبك كده سارة. ماشي أدم. يا ادم. نعم يا اوشو. نعم الله عليك انت كمان. انت عارف الرمز الانتخابي بتاعي ايه؟ واعرف رمزك الانتخابي ليه؟ انا اصلا هنتخب شادي. ايه الاحراج ده؟ هو شادي مديكوا فلوس؟ شادي وعدنا انه هيهتم بجمال الفصل. يا دي الفصل اللي هيهتم بجماله، انتوا محسسيني اني هخلي الفصل ده وما اقف ميكروباص. استغفر الله العظيم يا رب. بص يا ادم، انا كمان يا حبيبي ههتم بيكو وهعمل لكم ملاعب جديده وهلغي حصه الكمبيوتر وهدخل بدلها فيفا 2017. ايه يا اوشو اللي انت بتقوله ده؟ احنا جايين المدرسه نتعلم مش نلعب فيفا. بعدين بقى كده شادي هيكسبني وهيبقى شكلي وحش قوي. اعمل ايه اعمل ايه؟ ايوه انا هشيل الورقتين بتوع ساره وادم واحط بدلهم ورقتين فيهم اسمي اهو. الحمد لله محدش شافني. أوشو شافتني شافتني، رحت في داهية. أيوة مس. نعم هات الورق اللي قدامك ده عشان نحسب النتيجة. تفضلي حضرتك. تعالى ساعدني يا أوشو عشان نحسب الأصوات سوا. مش مستاهلة مساعدة يا مس، هما تلات أصوات ليا وصوت واحد لشادي. انت عرفت ازاي يا أوشو؟ انت حتى ما بصيتش في الورق. ها توقع يا مس. أنا بتوقع. توقعك مظبوط يا أوشو، النتيجة 3 أصوات لأوشو وصوت واحد لشادي. أنا مش مصدق. لا صدق يا حبيبي. مش أنتي قلتي إنك انتخبتيني يا سارة؟ أيوة يا شادي انتخبتك. وأنا كمان انتخبتك. وأنا كمان انتخبتك. إيه؟ مالك يا شادي مستغرب ليه كده؟ إشمعنى يعني صدقتهم هم ومش مصدقني أنا؟ خلاص بقى مش مشكلة، ألف مبروك يا أوشو، ربنا يوفقك. من قلبك يا شادي؟ من قلبي يا أوشو، مبروك. الله يبارك فيك يا شادي، متشكر قوي. يلا نشوفك بقى بكره يا اوشو. باي. وبعدين بقى في الاحراج ده انا حاسس ان عملت حاجه غلط وربنا مش هيبارك لي فيها. استنى يا اوشو، رايح فين؟ مروح يا مس. لا انت هتقعد معايا شويه عشان نتفق على اللوحه اللي هنعلقها في الفصل. طب ما نتفق بكره الصبح يا مس. مش هينفع، عشان بكره الصبح هتبقى مسؤول عن فصلك وتنظمه كويس في طابور الصباح. خلاص طيب نتكلم بكره في الفسحه. في الفسحه بقى انت هتحضر معانا مجلس امناء فصول المدرسه. ايه ده؟ ده موضوع امين الفصل ده طلع مسؤوليه كبيره قوي. امال انت فاكر ايه؟ الشخص المسؤول هو اكتر واحد بيشتغل وبيتعب. طب حس كده بقى
يا مس انا عايزه اعترف لك بحاجه.